ان شاء الله هذا الماتش هذا غادي يكون مربح المولوديه ان شاء الله، وحنا جايين واحد يعني مباريات اللي ربحناهم ودرنا اداء جيد، وان شاء الله غادي نكملوا على هذا الاداء ان شاء الله هذا الماتش هذا. دابا يعني ديربي الشرق ما بين الاخوين والجارين، فريق النهضه البركانيه وفريق المولوديه الوجديه. ان شاء الله كنتمناو تسود الروح الرياضيه ما بين الفريقين، واللي فاز يعني اللي استحق الفوز نتمنى ليه التوفيق، وباش ما نتمنى ونتمنوا ان شاء الله الفوز النهضه البركانيه وديما بركان. نتمنوا نجاح هذا التظاهره هذا الديربي الشرق، مقابله قويه ما بين فريقين عريقين، فريق المولوديه الوجديه وفريق النهضه البركانيه غنيين عن التعريف. نتمنوا ان شاء الله الفوز فريق النهضه الرياضيه البركانيه ان شاء الله بجوج صفر. كسر جمال الوجديه وجمال البركانيه ان شاء الله يكون ديربي خوه وديربي زين، وان شاء الله تكون النتيجه هذيك هي، وتنكونوا الخوت حجاده وبراتنا، ما يكون بيناتنا عداوه ولا والو. اللي يربح هو هذاك الفايز اللي جوج ديال البركان، حنا كاع حنا كاع مجاربه واحد. قبل اخوه براكنا وحنا وجدنا حنا خوت، ولكن حنا نتمنوا المولوديه تربح. ديربي الشرق هذا معروف بالحده ديالو منذ 77 ملي طلعت بركان البريمير ديفيزيون، وهذا الحده كاينه بالخصوص مع المولوديه الوجديه. وفي الحقيقه بركان دائما كانت تنتصر. نتمنوا هذه المقابله باش تسود فيها الروح الرياضيه اخويه والاخوه بين الطرفين، لا وجده ولا بركان، لكل المغاربه، و لو ميو كي غاني. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.